والآخرون وصفوها بالساحرة المشعوذة، لكن أعد هو اكتشاف فجائي كما تعلمون. قام به أحد المواطنين اللي كانوا نقبوا، طبعا تضرر نوعا ما لأني عينته. الآن راح نبعث فرقة وزارية من الباحثين لمواصلة البحث أولا، في نفس الوقت يقولون تصنيف هذا المعلم لأي فترة راح يعود، وإذا كان ذا قيمة مهمة طبعا راح يتم تصنيفه كمعلم تاريخي.